السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، ومما كنتم بتشاهدونا داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها أو ما كنتم، دائما تابعونا في سهر السهرانين من قناة السودان 24 آن وهي ضمن قنوات سعودية 24. تابعونا دائما الساعة 12 بالليل سهرة السهرانين إن شاء الله، وبقية برامجنا خلال اليوم كلها لعيونكم. كوميكو ناهد في سهرة السهرانين معكم يوميا. أهلا كوميكو، مساء الخير عليكم. مساء النور ناهد، كيف الحال؟ الله يسلمك. مشاهدينا الأعزاء وسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم وحبابكم 10 من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم وحبابكم 10، وزي ما تعودنا نقول لكم ملاحظاتكم وأراكم بتفيدنا شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم ومرحب بكم، الليلة موضوعنا لطيف وظريف، وإن شاء الله السهرة تكون جميلة وتعجبكم إن شاء الله. ومرحب بضيوفنا داخل الاستوديو، اهلا بكم ونحن سعيدين بوجودكم معنا في الاستوديو، واهلا بك يا ناهد. يا اهلا بك مره ثانيه يا ابراهيم، وان شاء الله نتمنى تكون حلقه جميله وحلقه يعني حلوه تعجب الناس كلهم، واتمنى انكم تتابعونا دائما على جميع الوسائل بحيث انه عندكم اراء ومقترحات زي ما قال ابراهيم، دائما ان شاء الله احنا بنلبي كل رغباتكم. بنرحب داخل الاستوديو بالاستاذ عبد العزيز سليمان العرضي، هو رجل اعمال وايضا تاجر في السوق وحاجات كثيره جدا واداري كبير. اهلا بك وسهلا، مساء الخير عليك. الله يديك العافيه، شكرا لكم. احنا والحي بالحي القناة الجميلة المتميزة اللي هي عملت نقلة كبيرة جدا، القناة 24 السودان 24 آن، وبنقدم الشكر الجزيل لحكومة الحرمين الملك سلمان وولي عهده لاهتمام ببلدهم الثاني السودان لكي ربط التواصل أكثر وأكثر بين البلدين، والعادات والتقاليد والمحبة والتعامل في مجال التعليم والصحة وفي الرياضة وفي الفن وفي كل ضروب الحياة. وبنشكر الأخوان والأخوات أهلنا في الاستوديو دون فرس، ونسأل الله التوفيق والسداد. وبنشكر برضو أهلنا السعوديين اللي معاكم هنا، والتحيه لهم كلهم جميعا، وجزاكم الله خير على حسن الاستقبال والاستضافه. شكرا. تسلم كثير، ونحن سعيدين بوجودك. ومعنا برضو كمان دكتوره رنده جاي لحمد النيل، اهلا بك ومرحب بك، ونحن سعيدين بوجودك معنا في الاستوديو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الامين صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. سعيده جدا اليوم اني اكون ضيفه في قناة السودان 24 الآن، وأشكر زي ما ذكر عبد العزيز، أشكر جدا مقدمي الحلقة، وأيضا نشكر ونزيد شكرا لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي قربت لنا المسافة مع بين أهلنا بالسودان. ونتمنى إن شاء الله نقدم معكم سهرة جميلة ونقدم كل ما هو مفيد، وشكرا جزيلا إن شاء الله. إحنا طبعا ضيوفنا اليوم هم أزواج موجودين معنا داخل الاستوديو، وحنتكلم في حاجات كثيرة ونسة خفيفة إن شاء الله، بنتمنى إنه السهرة تسعدكم بإذن الله. خليكم معنا ونشوفك قدرون محضر لنا شنو عن أم درمان. قول 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 معايا، احكي قصة بلا نهاية، بك 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 البداية، حبك سرى في دمايا، انت حبي وانت عشق، لك بكفي وبك بوف، انت حبي وانت عشق، لك بكفي وبك بوف. Oh,
قول معايا قول معانا. انت يا اجمل مدينه برينك يا ام رمان، مهما يحصل بك رضينا، كل ملامحك باقيه فينا بريدك يا ام درمان، اصل الروعة اساسك وان غيرك القى مكان. شباب ام در حيغني استمتعوا بالالحان، يلا معاهم نغني. السلام عليكم، عليكم السلام، تعريف بسيط عن الحضارة. أنا من درمان أصل البلد، بلد يا ولد عباسية وذنوباوي، أنا من بلد الحقيبة أم درمان أصل الحكاوي. قصة ألفين قصيدة عن الشهيد في كرري، عن الثورة المجيدة، عن أبطال الرواية. هنا الحكاية، هنا البداية والنهاية، شولة هنا من درمان. مدينة في شكل دولة، تحية للشباب اللي قدموا الأغنية بتاعت أم در، ويعني فيها تلقائية جميلة جدا، وهم فيها لوكيشنات جميلة اللي هي بتعكس واجهة أم درمان أو الشهداء، المسرح القومي، حتى مناطق كثيرة. وشكرا للفنانين اللي شاركوا في الأغنية دي، وشكرا للمخرج اللي قدم لنا الرائعة دي في أبهى ما يكون. شكرا لهم كثير والله. أيوة فعلا شكرا اليوم، الشغل كان جميل جدا. نتمنى دائما كمان نسعد بالكثير والكثير من الفرق الشبابية، بحيث إنها هي فعلا أنا لاحظت إنه في الأمانة، يعني واحدة من الحاجات اللي إحنا مشهورين بها، والحمد لله نسيت موبايله وجلح حقولها. كلها حاجات جميلة. أعتقد إنه الفيديو كليب هو بيصب ناحية السودان، في إنه الناس ببساطة وبطيبة، وأهل درمان ديل تحديدا على فكرة. خبرنا اليوم وشي، يعني احنا دايما بنشكر، أنا بقول دايما سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان، يعني بالأمانة، يعني إنسان هو إنسان قبل ما يكون هو سفير دبلوماسي، هو سفير شعبي، بيته مفتوح دائما لكل الناس، بحيث انه يتعامل بكل البساطه يعني، فدائما من القوم موجود في كل المحافل. اكد وزير الشؤون الدينيه والاوقاف نصر الدين مفرح متانه العلاقات بين السودان والمملكه العربيه السعوديه في مختلف الاصعده. تحيه لهم والله يا اخي، ده عمل جميل وعمل رائع. وبحث خلال لقائي بسفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر سبل ترقية العلاقات في مجال الشؤون الإسلامية وأوفاق التعاون في مجال الدعوة والحج والعمرة والأوقاف عموما. نعم،
وقدم الوزير الدعوة لوزير الشؤون الإسلامية بالمملكة لحضور مؤتمر تعظيم شعيرة الوقف الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة المقبلة. احنا دائما بجد يعني ممتنين جدا وشاكرين جدا لحكومة المملكة العربية السعودية في انها هي دائما بتمد يد العون. تمتين العلاقات مفرح بيؤكد، واكيد علي بن حسن جعفر بيؤكد متانة العلاقات السودانية السعودية. احنا حريصين على انه العلاقة تكون اقوى واقوى واقوى. دول الجوار، السعودية بلدنا الاول، احنا السودان البلد الثاني. دائما يعني بنكون سعيدين انه احنا في السعوديه انه بلدنا الاول حقيقي يعني. اكيد طبعا، ودي خطوه سنين يعني دي خطوه يعني ايجابيه، يعني خطوه جميله جدا يعني. نعم. كونه الدعوه والحج والعمره والاوقاف تدعم لهم حاجات زي دي نعم. طفره يعني، وفعلا احنا كنا محتاجين لها شديد جدا. نعم. الله يديهم الصحه والعافيه، وان شاء الله تستمر الحاجات باحسن ما يكون ان شاء الله. نرجع لضيوفنا واليوم الحديث عن أم درمان الجمال، أم درمان الحضارة، أم درمان الأصل يعني. أم درمان لما هي طبعا مدينة كبيرة جدا، هم ثلاثة، العاصمة الخرطوم، أم درمان العاصمة هي الخرطوم، أم درمان وخرطوم بحري، فهي أيقونة الثورة المهدية أم درمان. أم درمان مدينة كبيرة جدا، بلد الحضارة والأمجاد والناس الجميلين والبطولات. يعني لم تذكر بطولات السودان تذكر أم درمان لابد. ضيوفنا الآن الموجودين معنا داخل الاستوديو هم من أم درمان، حنتونس عن أم درمان وأهل أم درمان وسوق أم درمان والحياة في أم درمان. أهلا بك وسهلا ضيفنا عبد العزيز، وعايزين نتكلم عن أم درمان والاسم ذاته، لو متذكر ذاته جاء من وين. يعني كثير يقول لك يعني الناس قادرة لسه بتختلف في الاسم. طيب شكرا أختنا أستاذة سلوى المتميزة الإعلامية المعروفة. وفي الحقيقة أم درمان زي ما قالت درمان كبيرة. أول حاجة أنا بعرف عن اسم درمان، لكن قبل كده أنا داري أوري لهم درمان بتبدو من وين. درمان أصلا ما قبل المهدية هي بلد أهلنا الجمعية والمحمدات، وديل أجدادنا نحن أولاد عمهم هم ناس المتمة. تبدأ من قلعة بجبرين بتنتهي في ديم أبو سعيد، ديم درمان. ما قبل المهدية زي ما قلت كانت البقعة، وكان اسمها يعني المسميات الثانية، لكن أم درمان جاءت من الرجل اللي كان يحمل حقيبة الفن، وسألته المرأة والدة درمان، الرجل اسمه درمان ودي والدته، فوالدة كان يعني مرأة كان عندها كرم، فجاء داخل السلام عليكم، فهي قام اسمها علوية ولا حاجة زي كده، علوية الحجة علوية تقريبا، وقام قال لها يا أخي أين درمان يا والد الدرمان يا حج علوية، ومرة كريمة أكرمته وكذا، وقالت لي يا أخي الحقيبة دي فاشنو، قال لها الحقيبة دي فيها غنى بتاع فن، فقالت لي هذه حقيبة يعني حقيبة فن سميت بحقيبة الفن، وأين درمان يا والد الدرمان. فطوالي جات في مخيلته في اللحظة دي إني دي والد الدرمان وأين درمان. لقى النغمة مشت مع أم درمان، الأم اللي درمان والد درمان، فسمي بأم درمان. تجيها المورد اللي هي كان مورد بضاعة، كان في ذلك الزمان الزبير باشا رحمه يتاجر بالرقيق والذهب والعسل والعجوة والحياة بتجي من مصر، ومورد للبضاعة، فسميت بمدينة المورد. نعم. جاء منها المسمى ده. جاءت الطابية ما بعد الـ 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 ما بعد الـ يعني الثورة المهدية. أنا ما أقدر أقول يعني إحنا والله المهدية حاجة كبيرة، لكن المهدية بالنسبة لأم درمان وأصالتها وعراقتها المهدية جديدة على أم درمان. أم درمان قديمة جدا ما قبل السلطنة صرغة. أقدم حي عندكم الفتحاب ولا مبدأ؟ الفتحاب ده هم ذاتهم أهل البلد. أهل البلد هم مبدأ جاء من العمدة مبدي اللي هو النشأ في حي العرب، وذا الأمير مبدي جزء من الجده هنا، يعني الجمعيه هم في حي العرب ايوه بينتموا الجمعيه بيبدوا من حي العرب. أيوة. من قلعه جبريل لف حي العرب بينتهوا حد الفتحاب، حد ديم الفتحاب ديم درمان، ودي لها درمان كما ذكرت من قبل. بعدين هم درمان طبعا زي ما قلت لك فيها النباوي العمده النباوي الحرس الخاص للامام محمد احمد المهدي، وهو ده كان حرس خاص لموسى وجلي وسجل هو جيل لحبوبتنا نحن. ايوه. وسميت بودن وهاي أم درمان، والنباوي طبعا فيها من المسميات ممكن لاحقا نحن نتكلم عنها.
تمام. النوبابي وبانت وبانت والعباسية و بانت بالذات الاسم جميل. الاسم بتاع بانت ما هو كان زمانكم درمان مطروحة وكان بلد العلاي بلد الهنة الجمهورية. أيوة. فبدت تكون في مكونات بتاعت مباني. بشنو وديك أقول لك ديك مباني بانت. ظهرت بانت بأي أي ظهرت بمعنى أنها ظهرت فسميت ببانت هي والعرضة لأنه منطقة كانت بتاع العرضة بيعرضوا فيها. أيوة. سمي العرضة لكن قبلها كان اسمه حي برمبل دي برضه مسميت العرضة وحي الأمراء لأنه كان فيها أمراء الإمام محمد أحمد المهدي عزيزي حمدان اللي قريب للموردة. ها الأمراء ده قريب للموردة صح؟ لا الأمراء لا لا الموردة بيجاي حي الأمراء بعد جنب التلفزيون حي البسطة جنوب. أيوة. جنوب. أيوة. اللي هي فيها أما خضر الحاوي أبو عبد اللطيف الموسيقي الشاعر ده اللي هو جنب استاد الهلال لأبراهيم عوض ولمجموعة الفنانين وتقطع به هناك حي شنو؟ حي الشهداء حي الأمراء حي الأمراء هو الرباطها بشرقا وغربا بيجاي وبعد ذلك طبعا فيه الخليفة عبد الله التعايشي هو حمدان أبو عنجة وأمراء المهدية فسمي بحي الأمراء تمشي على العباسية جوا تلقي العباسية فيها نزق الحدم فيها المسجد بتاع اللهم صل وسلم عليه المسجد المعروف الكبير بتاع مرفعين الفقراء. أيوة. وفيها من الفنانين والفنانات الربيع الربيع يعني ميدان الربيع ده نجي عليه لكن هناك في حول طقطاقة. أيوة. اللي هي وقفت مع أسهري وزغرتت ووقفت مع رفع العلم في عائشة الفلاحاتية في زيدان إبراهيم في زيدان إبراهيم في الشاعر عمر عمر الشاعر في ديانة حاج موسى وكان أنا أستاذي ماذا أكبره طبعا يقوم يسمعني عن مني لقد رسنه صغير وكان متميز واجتهد في الشعر وعندنا في العباسية محمد عبد الله محمدية قائد الأوركسترا والعباسية بهناك على مدى الربيع فيها جكسة أولا كان في حي البسطة شرق استاد الهلال عبا نصر الدين عباس جكسن باشا جكسن هو جده باشا عشان كده بسمى جكسن جات من المسمى بتاع جكسة رحلوا مشوا من الربيع ثم انتقل الى ايه الى الأمراء انتقل الى الثورات يعني. أيوة. الناس كلها كانت في درمان في النص كلها انتقلت للثورات. ايوه وفي عبد الدافع عثمان المشهور بغنية البحيرة اللي صحيح. هو يعني كان معروف برضو دي منطقة هناك والموردة وفيها الأدارسة المعالم البارزة فيها الموردة فيها عربي صالحي شاعر الملحن غنوة البحيرة و شمس الدين حسن خليفة شمس الدين حسن خليفة و بلدي حبابك بلدي حبابة والأستاذة أنا ممكن أقعد بنات المغربي أنا ممكن أقعد وأسألها بعدين بنات المغربي أقعد في محلها وتقعد أقعد وأنا أسألها. أي والله مفروض ليلى المغربي أهل المغربي في المورد جنبه ناس السكي اللي هو أهل الجزلي يعني أهل الجزلي مش في السوق الجزلي هو في حلتنا حي البسطة حي البسطة عمر عثمان الجزلي حي الضباط راح لا حي الضباط ده بالعكس حي الضباط مع درايم درمان حي الضباط مع درايم درمان دي درايم درمان أصلا هي كان حوش للناس الأسرى في ذلك الزمان في عهد المهدي وهي طوال وراها الدردين محمد عثمان الدردين محمد عثمان ده اللي هو وراه فريق ريد ينبو الشاعر اللواء شاعر عثمان حسين. أيوه. بازرع حسين بازرع لا 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 مع البرصة. أيوة المهم لاحقا أنا ممكن أقول لكن الدريم حمد عثمان هو يجمع الحركة الوطنية الحركة الوطنية اتحركت من بدني أحمد خير المحامي اللي هو أصلا جذوره من فداسي ومشوا وعملوا مؤتمر خيرين أسسوه ومشوا أسهري كان بقرأ في حنتوب وقال أسهري أرفع العلم ورفع العلم والكلام ده كان من طيب الشيخ عبد الباقي من الشيخ عبد الباقي ارفع العلم يا اسهري كان في ذلك الزمان فطاح له الناس اللي كانوا معروفين السيد عبد الرحمن السيد علي المرغني فهو دخل ورفع العلم حول طقطقه حول طقطقه وقفت طبعا وقفت وناهضت وزغرتت وفي عهد كان داير شجاعه فعلا يعني فريجريد اللي هو فودر الفنانين الان بانت شرق قدام وعندك عنجبي هنا طب حي العرب فيهم من الفنانين ابراهيم عوض ابراهيم الرشيد الشاعر حي العرب دي اي شيء حي العرب اولا فيها كميه فنانين فيها سيد عبد العزيز نعم فيها عبيد عبد الرحمن فيها عبد الرحمن الريح
فيها فيها سيف الدين الدسوقي شاعر حديث كان موجود هنا في يوم من الايام في الطي مصطفى دعمه وذيل اهلنا الجمعيين احنا من عمومنا. وبالمناسبه سيف الدين الدسوقي وطي مصطفى اللي هو بعد راح المشى الخرطوم اياه توفى في بلده ذيل اولاد عم حفظ القران كان عندهم محل قران في بيوت يقروا القران وياكلوا الناس. ابراهيم عوض الزري اللي هو اصلا من الكنوز والجابري اللي هو يعني من الشرفة في جو من قديم الزمان قعدوا هناك دل من الفنانين. وفي مرغن مامون وحسين جمعة تلقوا الحقيبة من سيد عبد العزيز ومن البعض منها عبد عبد الرحمن عبد الرحمن الريع. بتبدأ من هناك من حي العباب ده انت بحي الشهداء وتدفع الأسهري في شيخ الشعراء اللي هو ابراهيم العبادي بيجي معاهم في حي العرب وصالح عبد السيد في قلعه الجبرين ابو صلاح اللي هو كان بيسموه صالح الحقيبه. فده طبعا كان متفرد ده كلهم بيتكونوا وبيجوا يقعدوا في حي العرب معاهم. ورش دي كانت عمر البنا ورش ورش أيوة. بتاعت ده المؤسسين فعلا ايوه بمناسبه اولاد البنا عايزين ننعي فعلا ادريس ايوه فدي دي 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 حي العرب الله يرحمه والفن أيوة. والغنى وزي ما ذكرنا احنا تاريخ ف شغل على الحقيبة أغلبه. نعم جميل. هنرجع نتواصل في الكلام. نرحب على الأديب إدريس البنا وأديب إدريس البنا ساهم في الحركة الثقافية وفي الحركة السياسية كمان. نعم. اللهم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح الجنات يا رب العالمين. يرحمه يا رب. كان كمان مترجم لعدة لغات. كان زول بارع جدا جدا ربنا يرحمه إن شاء الله. ولما نقول إدريس البنا هم أولاد البنا. عيلة كبيرة جدا في ود البنا عندهم حي. هنرجع ونتكلم إن شاء الله معاك في حتة البنا دي. لكن نرجع دكتور رندا. أستاذة رندا أنت بوصفك أستاذة جامعية في جامعة الأميرة نورة هنا. فالمتطلبات العصر الآن هي اختلفت. صار يعني بعد كده لازم يكون في إدارة أعمال. العصر متطلب الحاجة دي ظروف الواقع. يعني كيف قادرة تطري الحاجات دي في عصرنا الحديث ده؟ كيف قادرة تطري إدارة الأعمال؟ طيب أولا إدارة الأعمال هو من العلوم القديمة جدا التي وجدت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة. فكانت هي كمفهوم. الآن صارت إدارة الأعمال وتطورت إدارة الأعمال وأصبحت هي متطلب نتيجة لعدة أسباب. كما نرى الآن المتغيرات المتسارعة في عهدنا الآن من المتغيرات الاقتصادية، المتغيرات الاجتماعية، المتغيرات السياسية، تغير المستهلكين وأزواج المستهلكين، المنتجات الجديدة المتطورة. ونعلم أن الآن العالم كله يتنافس في منطقة واحدة بل في كوخ صغير. كان لزاما على الشركات ولزاما على رواد الأعمال أن يهتموا ويطوروا من هذا الجانب. فظهرت أهمية إدارة الأعمال أيضا لكونها هي التي تحقق للمجتمع طموحاته، هي التي تحقق للمجتمع اللي هو ما يرجوه يتحقق للفرد. أيضا تكون له مكانة اجتماعية مرموقة. طيب في ظل الآن العالم كله كل يوم منتج جديد نشوف الآن كل يوم مستحدثات جديدة اقتضى هذا التطور مواكبة. حتى إدارة الأعمال عايزة مواكبة. نعم. الواقع فرض عليها الحاجة دي. نعم. فلا بد منكم أنه تواكبوا والجديد يعني. نعم. زي ما قلت اختلف الحاجات اختلفت من زمان. نعم. لهسه يمكن كمان لبكرة كمان أكثر. نعم. اختلفت العادات اختلفت التقاليد حتى مستوى تعلم الفرد اختلف من القدم وإلى الآن. فكل هذه المتغيرات اقتضت أن علم إدارة الأعمال يتواكب مع هذه تلبية لهذه الاحتياجات. علم إدارة الأعمال يمكن كان تقليدا يرتبط بمفاهيم معينة لكن الآن كما نرى الآن ظهرت مفاهيم حديثة جدا بل أصبحت لزاما على الشركات أن تلتزم فيها بما فيها التطور زي ما ذكرنا والجودة. الآن لغة العالم الآن والعصر هي الجودة. الشركات التي لا منافسات ثقيلة طبعا. نعم. والمنافسة الشركات التي لا تلتزم بتجويد منتجاتها لا تستطيع أن تستمر في دنيا الأعمال. وفي تجارب كثيرة طبعا يمكن
شركات طلعت من السوق. طلعت من السوق بالضبط، اللي هي مثلا لو سبيل المثال شركة نوكيا، يعني كنا نعلم إنها هي الشركة الأولى في مجال الجوالات، كلنا نعلم هذا الشيء. ولكن في فترة من الفترات هذه الشركة تناقصت وأصبحت منتجاتها غير متطورة، غير مواكبة اللي هي احتياجات المستهلكين واحتياجات المجتمع. يعني احنا كنا بنعرف نوكيا هي عبارة عن الجوالات بدون ما نذكر يعني ممكن اسمها نكتب نتكلم عن بعض الشركات فعلا طلعت من السوق وطلعت لأسباب عدم المواكبة ولا هي عدم شنو؟ عدم ما قدرت تنافس؟ ما عدم المواكبة. طيب. وعدم التماشي مع متطلبات يعني ما تطوروا أزواج المستهلكين. ما تطوروا. ما لم يتطوروا. طيب. مع ظل المنافسة كان لزاما أن للشركات أن تدير هذه المنافسة بطريقة تضمن لها وجودها في السوق واستمراريتها. هذه المتغيرات اقتضت أن علم إدارة الأعمال لازم يكون متطور متجدد. نعم ومتطور جديد. وطبعا ظهرت مفاهيم جديدة أيضا مثل ريادة الأعمال، ممكن من المفاهيم الآن الموجودة، والعالم الآن كله أصبح تدار عن طريق اللي هي أو الاقتصاديات الدول تعتمد على المشاريع الصغيرة واللي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهذا تدار عن طريق رواد الأعمال اللي هم لهم دور في هذا. بحقك يعني بوصفك إنك أنت شغالة في جامعة الأميرة نورة. نحن دايرين نعرف تفاصيل أكثر عن الجامعة دي، وخصوصا هي بتضم مجموعة كبيرة جدا من السودانيين والسودانيات، السودانيات أقصد. نعم. حتى على مجال في كل في شتى المجالات يعني. نعم. جامعة الأميرة نورة طبعا هي جامعة نسائية بحتة، تعتبر من أكبر التجمعات النسائية على العالم، في العالم يعني. أنشأت جامعة الأميرة نورة بأمر خادم الحرمين الشريفين في العام 1427 لتضم مجموعة من الكليات، وقتها يمكن كانت تضم 7 كليات، تطورت وزادت عدد الكليات بالجامعة إلى أن أصبحت الآن تقريبا 24 كلية. أيضا جامعة الأميرة نورة تضم عدد من العمادات المساندة طبعا للقيام بعملية تعليمية، بما فيها عمادة البحث العلمي، عمادة التسجيل والقبول، عمادة شؤون الطالبات. جامعة الأميرة نورة هي مدينة جامعية كاملة بالإضافة للحرم الأكاديمي والكليات، فيها مستشفى جامعي. جامعة الأميرة نورة بها مدارس، بها منطقة سكنية، تقريبا عدد طالباتها يقارب 25,000 طالبة، بأعضاء عدد كبير جدا من أعضاء هيئة التدريس يفوق 2500 عضو هيئة التدريس من مختلف الجنسيات السعودية والجنسيات الأخرى، لها جنسيات العربية في منها والغير العربية والجاليات والمسلمين وغير المسلمين، فهي عبارة عن مكون. هي جامعة كبيرة يعني. نعم. جامعة كبيرة جدا، بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيها، بنتمنى فعلا يعني إنه في مجالك أنت كمان تبدعي أكثر وأكثر وأكثر، وزي ما قلت الجامعة كمان بتضم عدد كبير جدا من السودانيين، هي مساندة ومساعدة من السودان برضو لأخوانهم السعوديين وأخواتهم السعوديات، وهي أخواتهم طبعا جامعة هي بنات بس. نعم. جامعة الأميرة نورة. نعم. التحية لك والله وشاكرين جدا. نرجع تاني لأم درمان بوصفك طبعا رجل أعمال أستاذ عبد العزيز، والسوق أم درمان ما زال سوق أم درمان لم يتمرد على واقعه وحاجته، ما زال هو سوق أم درمان الزمان الشافوا أجدادنا وأمهاتنا ونحن، ما تم فيه تجديد كتراث موجود بهذا الشكل. كلمنا عن سوق أم درمان زمان خاصة وأنه هو منفذ لغرب السودان وكمان لخارج السودان من ناحية الغرب، هو منفذ أو طريق مركز تجاري كبير. طيب، وفي الحقيقة سوق أم درمان الآن الدكاكين موجودة فيه وناس شغالين فيه، فهم من توفى، فهم من كبر، فهم من هاجر، وفهم من ورث أبنائهم. سوق أم درمان أنا واحد منهم، عندنا دكاكين في سوق الجلود جنب جزارة أم درمان هناك. التجارة بعد فترة تطورت، بقى عندهم دكاكين، في ناس انتقلوا مشوا الخرطوم مشوا يشتغلوا بالتجارة
الحديثة العالمية، يعني تعمل ضد المستردات نظام نيل فاليوم، تعمل نظام شغل مبدئي فواتير مبدئية يعني برخورم انفويس حياة زي دي، تجيب بضايع عن طريق دبي كوريا مصر والكمبيالات والحاجات القديمة، فبيطوروا تلقى دكافينهم قاعدة، لكن بيكون عندهم مخازن ويكون عندهم شركات في خرطوم، يعني التقليدية قاعدة. بل انه يعني سوق درمان الفيافة بسيطة، في بعض منهم بقت في شكل مكاتب او معرض للملبوسات والاحذية. زيد على ذلك الاوضاع كانت في السابق أثرت، لازم دول ما ناس أصيلين، ما بغشوا، ما بيكذبوا، ما بيزيدوا الأسعار. جاءت عليهم أشياء خارج عن إرادتهم، خلت ناس دول ما يبتدوا يتباعدوا من الدكاكين والمشتريات اليومية والبيع والشراء والتجارة بتاعت القرطاعي وتغليتهم التغليدية بتاعتهم الأصيلة الزمان. ولكن لا زال سوق درمان والدكاكين الموجودة في درمان ما تبقى منها موجودين بتجاراتهم، و الشكل بدأ يتغير بدأ يتطور، وفي الشكل القديم باقي وموجود. وأنا من المنطلقة والله بحب أذكر برضو أخواننا الأقباط اللي هو المسيحيين اللي وصلوا مرحلة بيجوا سودانيين ويجنسوا، كانوا صادقين لا يكذبوا، الواحد لو كتب ليك شيك ما بيرجع. يا سلام. فأنا واحد من الناس مرقت من درمان، أنا تعاملت في العهد الفات، أنا اشتغلت كنت بولد الحكومة المشمعات، وكنت بجي عن طريق جدة وبمشي دبي يجيب حاجات، ولكن بعد ذلك تجارتنا اختلفت مع مزداغيتنا بقينا احنا ساعدنا فينا نمرق برا الشبكه اصلا. طيب دي ما نساعد فينا، انا اجي هنا المملكه واكون مختلف، بعدين حنرجع نشوف الكوره طلعت كم. الكوره طلعت كم. عام درمان وسوق درمان محطه السياحه ما بتنفصل منه اطلاقا، واي سائح يجي السودان لازم يمر بسوق درمان. سوق درمان فيه هو كميه من الارث الثقافي الجميل جدا اللي هم السواح قاعدين يعجبوه جدا. النظام ناس ودمرين والحاجات ديك هل بيجوها الكلوريه السودانيه. ايوه انا اعمل لك مداخله في الحته دي عشان ده بودينا ثاني للسياحه عموما في المحلات الثانية في أم درمان. أيوة. أكيد طيب. السوق ده محطة أيوة. سياحية. نعم. أول حاجة سوق أم درمان قبل ما أخش في الحتة دي عشان أوريك مزاج سوق أم درمان، نحن زمان بيجين شايلين عواميد بتاعت الفطور يعني عواميد الغداء، وفي البريك عندنا خلوة بنقرا في خلوة الكتياب ونجي نرجع السوق ثاني، بنلقى الزبون لما جدنا يشتري يبيع عليه يشتري معاه، بعد الساعة 12 لو جاء واحد للصنف ده يقول له يا اخي البضاعه دي ما حقتها حق جاري، وهو عنده عشان هو باع لا رجال يبيع. ايوه. لو اشترى منه بضاعه بالخشم ما دفع قروش، لو يبع السنه ما بزيد عليه. يا سلام. دي مصداقيتهم هكذا مدرمان. عشان كده نحن ناس دقه قديمه جدا متخلفين في الحته دي، معلش ما بنقدر التقنيات دي مواكبنا والتجاره الحديثه انا اشتغلتها، لكن ما بنقدر نتلازل عن مصداقيتنا. ما يخص السياحه أنا بالتحديد دكاكيني هناك في جنب سوق الجلود وجنب الجزارة، دكان جدا كبير، لكن أنا دكاني الشارع القبلي سوق السياق، نجمع أنا سوق مرين والعدني زمان، وأنا دكاني كان مولد للأحذية بأشكالها من سوريا من جدة الصين ما قبل، اشتغلنا في المشمعات معانا أخواننا ونسبنا هناك مفارش أدوات البناء دي كلها استوردناها من برا، فجنبنا محل الانتيكة. يعني ما تتخيل، وأرجع لك برضو لحي العرب الله يرحمه ورحمه هذا الأستاذ أحمد الجابري كان أصلا بيخلط السباح. نعم. وده من الفولكلور. والأستاذ عبد الرحمن الريح كان بيعمل نظام الفاحل بتاع حباباتنا زمان ويعمل معاها الحياتة القفف اليمين الأشياء دي، يمشي بعد العصر رجل أنيغ ويافة ما بيمشي مع الشمس وما بيبيع لأي زول وما بيعين المادة، لو عجبته أي حاجة بيرمي قصيدته. فالحتة اللي إحنا فيها ذاتها دي الأريا اللي فيها بيعملوا فيها الأسد والعصيات الجميلة ويعملوا فيها النمور والنحت والأشياء جميلة جدا جدا هناك، ومن الحاجات اللي ما بتخيلوها الناس. يعني مثلا عندنا سن الفير، الناس ما بتصدق إنه وحيد الغرب ممكن يكون وزن 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو. انا شلت قبل كده واحد غير مدته هديه لزور في اليمن، كنا نمشي على جيبوتي والصومال الفرنسي ونجيب الضفره والريحه، وسبحان الله
أديت له ما يعادل 100 جنيه وكانت كثيرة هدية مني. التذكرة كانت 2 ways يعني ماشي جاي اليمن الخرطوم ب 25 جنيه. أنت تبيع حاجة بدون الصديق الآن أنت عارف الآن الليلة أنت حاسس إحنا تكلمنا عن التاريخ وتكلمنا عن إحنا كنا كذا. أنا بفتكر إنه أحيانا بيكون التاريخ السمح الجميل اللي أنتوا عشتوه ذاك عشتوه مع بعض بيكون محبط شوية في زمننا ذا، لكن أنا الأوان إن إحنا نفكر لقدام. وهسي أنت ذكرت إنه في كمية من الفنانين التشكيلين اللي بيصنعوا مصنوعات جلدية كويس. المصنوعات الجلدية دي ممكن كانت تتطور في فترة ما، الفترة اللي قبلك ذكرت عليك، الفترة اللي ذكرتها أنت اللي هي فيها معاكسات من ضمن الناس، المفروض إنه تتطور الشغلانة دي كويس وتتفتح مصانع. يعني أنا من المنطلق ده بناشد، وأنا أوصي الصوفي هناك المرحلة الجاية حكومتنا الله يديهم الصحة والعافية يطوروا المسألة دي، لأنه إحنا المصنوعات الجلدية أنا كنت بتعامل مع حاجة اسمها ود بلو شفط والسكارتو، بجيب الماعز ده ونوديه جدة ويمشي لجوه يمشي إيطاليا، بنمشي بالحدود بتاعت بارونتو وردات كرن دي أسمرة، بنمشي بحمرة دوكا قلابات الشوك المسمى لحد أديس، نودي لهم الجلود بعمل منها البروفر يصنعوا ويصدروا منه، بيمدي لهم الأحذية الصغيرة في المقاس لأنه كل عين الحبل دي كانت صغيرة، والبلاستيكي ده أكثر الأحذية بلاستيكي لأنه الأمطار أغلب السنة. الآن إحنا عندنا المطبعة العسكرية فيها شغل الجلد، إحنا عندنا المطبعة الحكومية كان أفتكر خشفة صلاح إدريس اشترى وكذا ما طوروها، عندنا مطابع، عندنا مذابق في مدني، عندنا مذابق تعارف ناس مجموعة من الناس يعني. فالطاهر البساطي الجماعة ديل يزورون من هناك، يا ريت لو أن إحنا نصدر اللحوم دون الجلود، نعمل مصانع للجلود عشان نعمل الأحذية بتاعتنا، عشان نعمل البروفر بتاعنا، عشان نعمل مصنوعاتنا الجلدية ومنحوتاتنا. الجلود كلها بتصدر بتمشي برا في تايلاند وين وبيصنعوها أحذية، ما تتخيل أن تمشي إيطاليا ونجي نشتريها بأغلى الأثمان. أيوة للأسف والله. ونلقاها في المشكلة إن زي ما أنت حسيت بيك ذكرتك قلت لك إنه يعني ليك يعني إحنا ذاتنا بنساعد في إننا نسفر منتجاتنا الغالية دي والثمينة دي بطريقة عشوائية. إحنا نهدي لك أغنية كويس ونجي راجعين لمحاورنا دي ومحاور أم درمان وحواري يا ربو سودان حيك وانت كل أمر في شرقك عروس أتغني أنت؟ لا لا ما بغني أنا إبراهيم لازم يخلينا شغلنا هنا فنانين طيب والله يا أخي نسمع الأغنية تجيبوها بس الكلمات الجميلة المميزة اللي بتغرس في جواله المعنى الصادق. طبعا بهذه المناسبة هو يحفظ يمكن كل أقاني الحقيبة أكثر من 75 حيغني بس انت انتبهي أكثر من 75 قصيدة الحقيبة. لا أنا 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 ماذا أقول، أنا ما خشيت هناك طيبة، أنا خشيت في قفص ما بيسمح لي أخش في الدائرة. لا لا بيسمح لك بسمح هذا كده انا اغني اي حاجه بغني معك ابراهيم. لا لا ابراهيم ابراهيم ده ممكن يغني، ابراهيم ده ممكن تعرف خلي بالك تلعب انا كوره حاسه، ابراهيم ده ما بصل انا انت ما عارف اي شيء بعمله. ابراهيم انت حاجه الحقيقه انا اسمع بديت له وقال لي دي ما 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 انا بقول انا بقول شنو انا بقول انا بقول لما سيد عبد العزيز وقال الحريقه وقال لي يا اخي الحريقه دي وين، وقام فتحوا الباب اللي ست البنات اللي هي وسيدة اللي هي بقول عليها سيدة الجمال وفريد خلوها زي ما تريد يا فريد أخلقوها زي ما تريد ما تريد خوية خوية طبعا مشكلة وضعوا الجمال سيدة ما هنا مدريد دي ملكة جمال مدريد مدريد هي أيوة. وهي أخوتها ديل أخوات الرشيد الطاهر بكر. الرشيد الطاهر بكر ده هو مش حوش التكارنة حوش بكر هناك أخون ودهون لما جاء عرس بلاد سبيكة اللي هو الشاعر علي سبيكة وديل أخواته سيدة اللي لما قالوا لهم الحريقة وقفوا الباب وقالوا لهم الحريقة قال في قلبه وكده وقاموا معاهم مجموعة شعراء هي ما حق السيد بس هو صاحب الفكرة معه عبد عبد الرحمن عبد الرحمن ريح وعمر البنا وغيره وغيره فكل ذول ما بعد بيت
سيد يوال فريد خلوها زي ما تريد وإيجاد الله شهيد الأمان دول اللي خديد هنا بتاعت الحريقة دي بتاعت حاول يخفي نفسه سوري هل يخفى الغمر؟ أبدا لو طبعا لو شفناه حاول يخفي نفسه وغير اتجاهه وسطع النور في وفه كل إنسان رأه إلى آخر القصيدة يا سلام يترام ويجي محمد بشير عتيق ويجي والضردي دي يجي يقول له لو مر نسيمك على ألف ميل خلي العالم طربا تميل زاد ويدي وإنه عينيه أصبح ذليل ومناي في الدنيا بعد الرحيل أسجد أمامك طيع ذليل يا سلام يا زهرة طيبي يعني ليل أقلق لي راحتي وحلوية الدليل يا هلأ دي زهرة الروضة أيوة بعدين شوف 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 عندك سلام الحقيقة وعندك بتاعت حاول يخفي نفسه هل يخفى حاول يخفي نفسي هل يخفى القمر في لا ما دي بتاعت هنا الثانية برضو سيد عبد العزيز يعني غاية الأسطول عندك بتاعت أحرموني ولا تحرموني أيوة سنة الإسلام السلام, السلام عطفكم يا من ألموني كالأشعة الأسهم بالنجوم والليل أدموني وقم معمعم ولو معمعم قم كلموني وبرضي قابل الظلم يا سلام ينفوني وكفى أعرفوني ساحي سايح سايحات جفوني لا أنا لم تنصفوني من عكاس الأحوال كفوني أيضا الأيام عرفوني يوم سموم يوم حرام ده مطلوب في الأكل والأثنين طيب خلي إبراهيم يغني معاوية كل ما سمعت عطروني قول معاوية فيوني دموع بللوني ربي أخر الليل عذبوني وبوغة تذكروني في وداعة البارد علموني أحدث عني الملام أحرموني ولا تحرموني أسنة الإسلام السلام طاف خيالك والليل كافر شفت بدر متجلي سافر قال لي يوم لو عقد قال لي طبع الرجيل اصل ما في قلت له على تريم الوافر وعلى راء الميم يبقى أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام والسلام يعني شوي كنت أنا بالمناسبة معلش والله ورطوني سأنا ما بخوش ولا يعني زي أنتوا عملتين هنا كده بتاعتين هنا خلونا نتكلم أسف تاني حتغني واحدة اسمع شنو الغنية اللي قلتها قبل اسمع شنو كنا بتغني فيها قبل شوي غير دي كنت في واحدة قلتها كشعر كده قول لنا قايده الاسطوط طيب زهره الروضه خلاص زهره الروضه قال الفلساني لازم الفخار والطول دي قال للملك للامير عبد الله تخلع لك الفلساني لازم الفخار والطول يا قايده الاسطول اهلا بك في سار ما اعرف لازم الفخار والطول أرحم الإنسان يا عيد الإسطول أخذ لك الفيسان يا زول في خال والطول أرحم الإنسان طبعا يعني أنا الحركة دي ما عملتها 35 سنة على زول بتاع ليل وبتاع يعني ودخلتوني في حتة إبراهيم انطورك إبراهيم ممثل ده قاعد يمثل عليه في حركات كده وبتاع والله ما وصل الحمد لله رندا أنا شوف رندا بتسمعي بدندن في البيت بسمعه بمدح هو صراحة بحب الحقيبة وحافظ زي ما قلت لك الآن يمكن عشان كده هو بدأ لأنه أنا سمحت له وقلت لكم إنه هو أصلاً بيحفظ أغاني الحقيبة بيغني يعني. بالمناسبة له يعني عنده صوت جميل جداً وأداء يعني لما يغني كأن الحقيبة أمامك يا سلام. طيب أنت يا رنا إدارة البيت كيف؟ إدارة أعماله إدارة البيت طبعا ده اعمال برضه نعم واعمال شاقه واعمال شغل وبيت بجد يعني شغل وبيت صعب هو فعلا صراحه يعني ممكن تكون انا دائما بقول انه التخصص يعني دائما بياثر على بقيه الحياه وصراحه يمكن انا من خلال تخصصي وعشقي جدا لتخصص اداره الاعمال
يمكن خلت طريقة حياتي كلها يعني بتمشي على يعني على تخصصي يعني باعتبار انه يعني كل شيء يخطط بدير حاجات بالضبط يعني بدير في الدم. نعم كل شيء يخطط له كل شيء بالتنظيم. اي حياه زوجيه بتمر بها ازمات. كان بتكلم قبل كده مع ابراهيم في الحاجه دي انه الواحد كيف يقدر يدير ازمات حتى حقت البيت يعني ما في بيت لا يخلو، لكن على كلامك يعني ما شاء الله كاداريه يعني قادره تدير الحاجات. احيانا في مثلا الواحد يجي داخل البيت مرته مثلا تعمل له موضوع يعني اي موضوع فبيقوم هو عشان شيطانه شاطر يعني عكسك اذا كان مدير هو يعني او اداري يعني بيعرف كيف يدير الازمه في اتجاه ثاني. اعتقد انه عبد العزيز هو شاطر في الحته دي. انت كاداريه ما شاء الله قادره تديري حتى الحاجات بصوره مثلا اسمع برضو اداره الازمات، الازمات تجيب ازمه ثانيه يعني اجده في روحه. والله يعني هو طبعا يمكن يكون دائما خبره الانسان هي بتخليه انه يقدر كيف يدير يمشي حاجاته. فهي لا تخلو طبعا الحياه من الازمات اليوميه، لكن انا في بعض الاشياء هو دائما بيقول لي يعني انت اداره اعمال في المجال الاكاديمي هذا المجال خليه جانبا، انا بدير طريقه الحياه والتعامل بالممارسه يعني ومن خلال اللي هو ال احيانا بتلقى نفسك زياده مثلا اوفر شويه كده في البيت. والله كثير هو دائما طبعا بيقول لي انت استاذه وكلامك كثير ودائما بتحبي تفرضي او يعني تتعاملي بنوع من تسلط. لكن في النهايه طبعا يعني ممكن كثير يعني بتراجع وبتنازل بلقى انه في بعض خلي الريح تمشي. نعم خلي الريح تمشي وهذه هي الاداره فعليا لإدارة الازمات. خلينا لو جينا حسبناها كده لو جينا حسبناها جينا امهاتنا هم قاعدين يديروا البيت يعني كويس وزوجاتنا هسه هم اللي بيديروا البيت كويس لانشغالنا احنا لازم نطلع فاصل اليوم ساعه بقولوا نطلع فاصل ونجي نكمل انا ما سامعهم والله نكمل كلامك وكمان مع عبد العزيز بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع نتواصل معكم خليكم معنا.